فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن أصرف شيئا من الزكاة إلى ابنتي التي تسكن بعيدا عني وهي بحاجة للمال؟ تصرف الزكاة لابنتها؟ نعم. لا، ما تجوز زكاة الوالد، لا تجوز لولده، ولا العكس، لا تجوز زكاة أحد عمودي النسب للآخر، لأنه إذا احتاج الآخر عند الفرع والأصل مال، يجب عليه أن ينفق عليه ولا يعطيه الزكاة، ينفق عليه من ماله ولا يعطيه الزكاة، تكون وقاية لماله. نعم.